السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي هي فطائر ديال السبانخ، غادي نطيبوهم في الفران. هاد الوصفه هذه سهله، اقتصاديه وصحيه بزاف، كتصلح لهاد الفصل ديال الشتاء هذا. ايضا بغيت نعتذر لكم على عدم تحميل الفيديوهات في هاد الايامات الاخيره والشهور الاخيره، وذلك لظروف شخصيه. ان شاء الله كنتمنى نرجع لتحميل الفيديوهات بطريقه منتظمه في المستقبل القريب ان شاء الله، فاصبروا معايا. والله يجازيكم بخير على التعليقات ديالكم وعلى السؤال ديالكم دائما. ان شاء الله يعجبكم الفيديو كيف ما قلت وتستافدوا منه. نبداو بسم الله. غنبداو طبعا بتحضير العجينه اللي هي المقادير ديالها بسيطه جدا، اللي هي الدقيق الابيض، دقيق ديال السميد والملح. كنمزجوا هاد العناصر الجافه معا، وكنبداو نضيفوا الماء الدافئ على مراحل بسيطه او بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجين متماسك بحال اللي كنعملوا المسمن العادي. انا ما ضفت هنايا لا خميره لا والو، ولكن الا بغيتوا ممكن تضيفوا شويه ديال الخميره. ممكن ايضا تنسموا عفوا العجينه بشويه ديال الغبره ديال الثوم او الغبره ديال البصل، شويه ديال الزعتر. ممكن تضيفوا اي نوع من التوابل اللي بغيتوا نتوما او الاعشاب الجافه. انا اكتفيت بعجينه عاديه جدا بحال اللي كيحضروا الناس ديال زمان. العجينه ديال المسمن ما فيها لا خميره لا والو. كندلكوا هاد العجينه مزيان لواحد المده تقريبا 15 دقيقه. وطبعا كيف ما كنعملوا في العجينه ديال المسمن اللي كنعرفوا حنا كاملين، كندلكوا حنا كنزيدوا الماء حتى كتولي رطبه ومطاطيه وكتولي كترتق. هذه هي العلامه باش كنعرفوا العجينه تعجنات مزيان. من بعد كنشكلوا كنقسموا هاد العجينه هذه الى اربعه، وكل ربع غنقسموها لثلاثه ديال الكرات. هاد الكرات هادو كل ثلاثه غادي يعملوا لنا واحد الرغيفه كبيره. كندهنهم بشويه ديال الزيت وكنخليهم يرتاحوا كيف ما كنعملوا مع الرغيفه كامله. لتحضير الحشوه غنحتاجوا ثلاثه ديال الانواع ديال البصل، طبعا ممكن تستعملوا نوع واحد الا هو اللي عندكم، البصل الاحمر والابيض والبورو او البصل الاخضر. كنصوطيوه شويه ديال الزيت البلديه وكنزيدوا له الملح باش يدبال. كنخليوه حتى كيف ما قلت كيدبال. في هذا الوقت هذا غنجهزوا السبانخ اللي كنكونوا غسلناهم مزيان وحيدنا منهم الشوائب وحيدنا منهم ايضا العواد ديالهم. حنا هاد السبانخ هذا غنبداو نضيفوهم بشويه بشويه، لان كيف ما كنعرفوا السبانخ قبل ما يطيبوا كتكون الحجم ديالهم كبير، وملي كيبداو يطيبوا صافي كيدبلوا. فحنا كنقطعوا هاد السبانخ هادو الى قطع صغيره، وحنا كنضيفوهم مع البصل. وطبعا العافيه ما تكونش مجهده بزاف. اون فوا كيدبل هذاك الدفعه الاولى ديال السبانخ كنضيفوا الدفعه الثانيه، وكنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنستهلكوا السبانخ كامله. انا قلت لكم حتى نصف كيلو ديال السبانخ، ممكن نضيفوا حتى الكيلو يعني الى عزيز عليكم السبانخ في الفطائر. هنا ايضا اضفت القزبر المعدنوس. كيف ما قلت ممكن تضعفوا الكميه ديال السبانخ، ممكن تزيدوا البصل، ممكن تزيدوا التوابل اللي كتبغوا. يعني هنايا كيبقى لكم الاختيار ديالكم على حسب الذوق وعلى حسب اللي متوفر عندكم. انا غادي نتبل هاد السبانخ بشويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال الغبره ديال الثوم. ممكن تضيفوا الفلفل الحار او السودانيه الا كتبغيو، ممكن تضيفوا اي نوع من التوابل نتوما بغيتوا. انا من بعد ما غادي يبردوا هاد السبانخ وغادي يطيبوا غنضيف شويه ديال الكوزه وشويه ديال الجبن الكريمي اللي هما اختياريين. يعني هاد الوصفه هذه هي مجرد فكره، ممكن تزيدوا فيها التوابل اللي كتعجبكم، ممكن حتى تزيدوا فيها البصل تنقصوا، تزيدوا كيف ما قلت السبانخ تنقصوا. يعني كتبقى هذه مجرد فكره، نتوما ممكن تستعملوا اللي عندكم كيف ما قلت. كنخليو هاد السبانخ هادو حتى كيبردوا مزيان، ممكن اننا نجهزوهم حتى يوم من قبل. من بعد ما بردوا كنضيفوا جوج معالق كبار ديال الجبن الكريمي او الجبن البلدي اللي عندنا حنايا، او ممكن تستعملوا حتى الجبن ديال الدهن اللي موجود عندكم كينفع. الناس اللي ما كياكلوش الجبن او المنتوجات الحيوانيه ممكن يستغنوا على هذا الجبن هذا تماما، فهو ماشي ضروري، فقط لاعطاء واحد لي باش نزيدوا شويه في الذوق ديال هاد السبانخ هادو. كنضيفوا ايضا شويه ديال الكوزه، يعني مقدار واحد ربع ملعقه صغيره. ايضا الناس اللي كيتخوفوا من الكوزه ممكن يستغنوا عليها. كنمزجوا هاد الخليط هذا وكتكون الحشوه عندنا جاهزه.
ممكن كيف ما قلت نجهزوا هاد الحشوة يوم أو يومين من قبل، نحتفظوا به في الثلاجة ما كيبقى له حتى شي حاجة، أو حتى في المجمد إلا بغينا. دابا غادي نبداو من بعد ما ارتاحت العجينة مزيان، غندهنوا سطح العمل بشوية ديال الزيت النباتية، وغنبداو نطلقوا هاد الكويرات هادو. كيف ما قلت كل رغيفة كبيرة أو فطيرة كبيرة غنستعملوا فيها ثلاثة ديال الكرات. كنطلقوا الكرة الأولى بهالطريقة هادي، يعني فحالي غنطلقوا أي مسمن أو أي ملوي فحال هالطريقة هادي. حنا كنطلقوا، حنا كنقلبوا العجينة كيف ما متعودين دائما. كنضيفوا واحد الكمية ديال السبانخ، ممكن كيف ما قلت ممكن تضيفوا مع هاد السبانخ اي نوع من الخضر بغيتو، اي نوع من التوابل، ممكن تضيفوا حتى داك الجبن الاحمر الا بغيتو. كيف ما قلت وغنعاود، هذه مجرد فكره غنعطيها لكم باش نستافدوا دابا من السبانخ موجود بكثره، وهذا هو الوقت ديالو الحمد لله. فكنضيفوا كميه من السبانخ، وغادي نطويو هاد الرغيفه هادي او هاد الفطيره هادي على شكل ظرف كيف ما كنعملو مع الرغايف كاملين. غادي نطويوها وغادي نحتفظوا بها جانبا. كيف ما كنلاحظوا هنايا انا ضفت شويه، كل ما كنطوي العجينه كل ما كنضيف شويه ديال الحشوه ديال السبانخ. وهنايا طبعا على حسب الكميه اللي حضرتو، الا كنتو حضرتو واحد الكميه كبيره طبعا ممكن تستعملوا كميه كبيره في الحشوه، الا كانت عندكم السبانخ غير قليل طبعا كتقللوا من الحشوه باش يقدكم لهاد الفطائر كامله. كنحطوا الرغيفه الاولى اللي عمرناها بالحشوه ديال السبانخ جانبا، كنخليوها ترتاح، وكنطلقوا الكره الثانيه ديال العجينه بشويه ديال الزيت كيف ما قلت زيت نباتي. كنضيفوا ايضا واحد الكميه ديال السبانخ، حنا كنضيفوا حنا عينا ميزاننا باش تقدنا كيف ما قلت هاد الحشوه هادي العجينه كامله. كنوضعوا الرغيفه او الفطيره اللي حضرناها في الاول في الوسط، وكنطويو عليها هاد الرغيفه عفوا العجينه الثانيه الكره الثانيه اللي حضرناها، وكنطويوها ايضا على شكل رغيفه بحال هاد الشكل هذا اللي عارفينه حنايا. وهاد الشكل هذا ديال الرغايف والفطائر كانوا جدودنا والدينا كانوا كيحضروا شحال هادي بكثره في فصل الشتاء. انا كنعقل ملي كنت صغيره كنت كنشوف الجده ديالي كانت كتحضروا بزاف. هذه هي الكره الثالثه، طلقناها بشويه ديال الزيت ايضا، وكنوضعوا الرغيفه اللي وجدناها في الوسط، وكنستمروا بهذه العمليه. هذه هي ثالث كره، الثالثه والاخيره. فكنطويو العجينه بحال هذا الشكل هذا على شكل ظرف، او على حسب على شكل عفوا الرغيفه العاديه اللي كنعملوها دائما، وكنخليوها ترتاح، وكنكملوا بقيه العجين حتى كنكملوا كل شيء. عاد كنرجعوا للرغيفه او الفطيره اللي حضرناها في الاول، اي الفطيره الاولى هي اللي كنبداو نطلقوها ملي كترتاح مزيان. ملي كترتاح هذيك الرغيفه مزيان كندهنوها بشويه ديال الزيت، وغير بالعقل كنبقاو نطلقوها بشويه بشويه، كنمددوها من الوسط ومن الجوانب ومن الاطراف باش كنرققوها. كنكونوا مجهزين الصينيه ديال الفرن، كنكونوا مغطينها ببابي سولفيغيزي او ورق الخبز، او دهنينها بشويه ديال الزيت، والفرن طبعا كيكون مشعول على درجه حراره متوسطه الى مرتفعه. وملي كنمددوا هاد الرغيفه هذه او هاد الفطيره هذه كنحطوها في الصينيه ديال الفرن. هنايا انا دهنتها بشويه ديال البيض، وهو اختياري، ممكن تستغنى الناس اللي كيف ما قلت اللي ما كياكلوش البيض والحليب والجبن وهذاك الشيء ممكن يستغنيوا عليه، ماشي ضروري. ممكن تدهنوه بشويه ديال الزيت البلديه، وانا غادي نرشه بشويه ديال الزنجلان، او ممكن تدهنوه ايضا بشويه ديال الزبده الا بغيتوا، او شويه الحليب المهم اللي متوفر عندكم. انا دهنت بشويه ديال البيض ورشيت عليه شويه ديال الزنجلان، غادي ندخله للفران حتى كيتحمروا مزيان وكيطيبوا، كياخذوا تقريبا 20 دقيقه. ملي كيخرجوا كنحيدوهم وكنوضعوا الرغيفات الاخرين من بعد ما كنبسطوهم.
هذا هو الشكل ديالهم ملي كيخرجوا من الفران. ممكن ايضا اننا نزيدو نحمروهم اكثر من هكذا، لكن انا اكتفيت بهذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا راه كيجيو مقرملين وكيجيو لذاذ وصحيين وخفاف، كيصلحوا اننا نقدموهم مع الحريره مع الحسوات وايضا مع الكوتي او حتى في الصباح علاش لا، كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه هذه ديال هاد الفطيره. باقي لي هنايا شي ديال الوقت، غنغتنم الفرصه وننتظر لكم مره ثانيه على عدم يعني ما كنحملش بزاف ديال الفيديوهات في الاونه الاخيره. وكيف ما قلت هذا راجع لظروف شخصيه، وان شاء الله الظروف هذه غتبدل عما قريب وغترجع الاحوال كيف ما كانت واحسن ان شاء الله. نقول لكم الصحه والراحه ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.